احداث المباراة. والى الان متقدم منتخب تركمانستان. كرة ملعوبة طويلة من رضا هاني ناحية اليسار الى عيد الرشيدي. رشيدي بيئيها مع احمد ابراهيم خطرة. كرة عرضية محاولة لكن تنشال من دفاع منتخب تركمانستان. بتر الله جول لحباتر 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 عمر لحباتر بيحطها كرة قوية من خارج منطقة ال 18 من خارج منطقة ال 18 عمر لحباتر برافو 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 بيتابع كرة شوف 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 الكرة شوف بعدت من دفاع المنتخب تركمانستان استقبلها وطلع عن منطقة الجزاء حطها بيسارة حطها بيسارة قوة قوة حقيقة بكل قوة الحقيقة ركز فيها عمر لحباتر ليسجل هدف هدف التعادل شوف 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 حلوة عمر لحباتر حلوة عمر لحباتر شوف استقبل الكرة وهي نفسها ولف وحطها على الطاير على طول في مرمى منتخب تركمانستان هدف التعادل هدف التعادل حلوة حلوة استغلال